تحية طيبة لكم جميع مشاهدي تلفزيون سوريا في كل مكان، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من ريبوست كالعادة مع أبرز مواضيع مواقع التواصل الاجتماعي لليوم. نبدأها بالعناوين. لا يعرفون الشوكولامو، تصريحات جديدة للإعلامية اللبنانية، نضال الأحمدية ضد السوريين في لبنان، وهذه المرة تهمة بقلة الثقافة. في موضوعنا التالي، منشورات تهاجم النظام في السويداء ومطالبات بالمحاسبة وتطبيق القرارات الدولية، وناشطون يتفاعلون. من أشهر أنواع الحلويات ومن ألذها طبقة من بوظة الشوكولا وطبقة من الكريمة الغنية المزينة بصوص الشوكولا وقطع البندق والشوكولا، وعادة ما تقدم بأكواب طويلة وملاعق طويلة. إنها شوكولا مو، إنها أكثر من أكلة شوكولا، إنها جالبة السعادة وجالبة الكالوريز أيضا. ولكن أيا كانت، فإن النازح السوري في لبنان لا يعرفها، ببساطة لأنه من ثقافة مختلفة، وببساطة أكثر لأنه لا يعرف اللغات ولا مرادف لهذه الكلمة باللغة العربية. لنفهم النازح السوري ما هي الشوكولامو، وهذا الأمر أمر محزن جدا ومثير للإحباط واليأس. هذا طبعا بحسب نضال الأحمدية، أشهر إعلامية لبنانية تثير الجدل في لبنان والعالم العربي، ومن أبرز من يهاجم وجود اللاجئين السوريين في لبنان، وأكثر من تدعو لطردهم. إذن تصريحات جديدة للإعلامية اللبنانية المثيرة للجدل، صاحبة مجلة الجرس، أكثر مجلة فاقدة للمصداقية في الوطن العربي، نضال الأحمدية. هذه المرة تهاجم اللاجئين السوريين في لبنان في تصريحات جديدة، رافضة إطلاق مسمى لاجئين عليهم، وتعتبرهم مجرد نازحين قدموا للتنزه. تقول الأحمدية في هذا اللقاء على منصة صوت بيروت انترناشنال، تقول إن رئيس النظام بشار الأسد على عكس التصريحات الرسمية يرفض استقبال اللاجئين السوريين من دون تحقيق مجموعة من الشروط، من بينها الحصول على أموال لإعادة واستقبال اللاجئين وإعادة إعمار البنية التحتية في سوريا، في حين تتهم اللاجئين السوريين وتسميهم بالنازحين طبعا في لبنان بأنهم أدوات في الحرب على سوريا، وبأنهم يعيشون في لبنان للتنزه وللكزدرة كما تقول، يحصلون على الماء الكهرباء بالمجان، وحتى أنها طلبت في هذا اللقاء أو تحدثت أنها في مرة من المرات طلبت شوكولامو من موظف سوري، لكنه لم يعرف ما هي الشوكولامو، مما أثار استغراب الأحمدية التي ردت عليه بعدم وجود مرادف عربي لهذه الكلمة لتشرح طلبها. تهاجم نضال الأحمدية باستمرار اللاجئين السوريين في لبنان وفي المقابلات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي، وكانت مرارا تقوم بهذا الفعل. كان آخر هذه التصريحات قبل تصريح صوت بيروت انترناشنال كان في مقابلة تلفزيونية في آذار الماضي، قالت في هذا اللقاء آنذاك: أنا بحب لبنان وما بحب السوري يشتغل واللبناني يقعد بلا شغل، وما بحب هذا التاجر الفاجر، هيدا اللي بيشتغل في البوظة ما بحب اذكر اسمه، حاطط لي سوريين بكل مراكز البوظة وكلنا قاطعناه لأنه لبناني بده 5000 ليرة زيادة عن الساعة اللي بياخذها السوري. تتابع في هذا اللقاء: إن شاء الله الله بياخذ كل حدا بيتعدى على لبناني وبتزلزل فيهم الدنيا، أما يجي الآخر ويحتل أرضك وميتك وكهربتك وشغلك وفرص عملك والطريق والسيارات والتغيير الديموغرافي. متابع. يشتغل لبناني يقعد بلا شغل. ما بحب هيدا التاجر الفاجر، حاطط لي سوريين بكل مراكز البوزة وكلنا قطعناه لأنه اللبناني بده 5000 ليرة زيادة على الساعة اللي بياخذها السوري. إن شاء الله كل حدا بيتعدى على لبناني، إن شاء الله بتزلزل فيهم الدنيا.
أما يجي الآخر يحتل أرضك وميتك وكهربتك وشغلك وفرص عملك والطريق والسيارات، تغير ديموغرافي. السوري كل 3-4 أسابيع بفوت على سوريا بيدفع $100 بمرسوم جمهوري هيدا من الرئيس بشار الأسد، بيدفع $100 وبيرجع يجي على منين بيجيب $100؟ اعتذر انا عم بطرح سؤال المشاهد. انت ما بتستحق الباسبور اللبناني اصلا. ليه انت خاين بحق كل اللبنانيين؟ يا ست نضال انا عم بطرح اسئله بعض المشاهدين وانت من حقك تجاوبي. الله يلعن هيك مشاهدين حقيرين خونه. هول لازم تتعلق مشنقتهم. كل حدا بيكره اللبناني او بحب حدا اكثر من خيه اللبناني لا يستحق انه يكون لبناني اصلا. وما بطلب بدلي بري من بعد ما صار عنا نازحين كتير واحتلوا الوظائف. أنا بقرف، اللبناني كتير نظيف، الغريب ما بعرف إذا نظيف أو مش نظيفة. لازم يفلوا كل السوريين منهم، كلهم، ما يبقى ولا سوري. إذا كان إني بحب لبنان وبحب سرماية أصغر وأقل لبناني أكتر من أكبر راس أجنبي، ما أكيد أنا عنصرية. ل 2011 القيادات ما بتعرف انا شو عملت. اول لبنانيه قالت نعم لبشار الاسد لن يسقط بشار الاسد، انا مع رئيس الاسد مع ست اسماء الاسد. الله لا يردكم انتم اللي مش فهمانين، لانه بحياتكم ما حتصيروا الا بشم. انف كثير انف. إذن تصريحات جديدة لنضال الأحمدية، هذه المرة بسبب الشوكولامو. لا يعرف السوريون في لبنان الشوكولامو، وهذا أمر محزن ومثير للإحباط واليأس بنفس الوقت في نفس نضال الأحمدية. طبعا ليست المرة الأولى التي تطلق نضال الأحمدية هذه التصريحات، هي وجوقة العنصريين في لبنان. ونتحدث هنا طبعا عن بعض اللبنانيين من إعلاميين وسياسيين وعام. في كل فترة تنتشر هذه الظاهرة. هناك من قال بأن نضال الأحمدية هي النسخة الملبننة من أوميت أوزداغ التركي، هكذا يقولون. أبو عامر مثلا هنا في هذا التعليق يقول شو هالحكي عن جد وشو صار بعدين؟ ما قال لك السوري أنه أبوه كان حالف يمين ما تفوت الشوكولامو على البيت لأنه طعمتها مدهنة شوي وما بحبوا يأكلوها مشوية؟ أما محمود فيقول أنا التقيت بلبناني ما بيعرف السمائية، بتصير بأحسن العائلات عادي. محمود يقول هي أوميت أوزداغ فرع لبنان. أما حسام شرف فيقول هذه جريمة يحاسب عليها التاريخ، لن ينسى التاريخ أبدا شخصا لا يعرف شو هي الأكلة. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. شهدت عدة مناطق في محافظة السويداء قيام مجهولين بإلقاء منشورات ورقية في الأماكن العامة تطالب بإسقاط الأسد وتطبيق القرار 2254. الصور المنتشرة للمنشورات أو المناشير التي ألقيت كانت تندد بانتهاكات النظام السوري وفساده وطائفيته، كذلك تصنيعه وإتجاره المخدرات، كما طالبت العبارات بتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ورفض حكم النظام السوري. من ضمن العبارات أيضا التي شوهدت في المنشورات والتي انتشرت في مدينة السويداء وبلدة القرية لا للنظام الفاسد القمعي المبني على الطائفية، ولا لنظام يصنع ويصدر المخدرات، ونعم لتطبيق القرار 2254. وبين الحين والآخر تشهد محافظة السويداء حراكا شعبيا لمطالبة النظام السوري بالرضوخ للقرارات الأممية والانخراط في حل سياسي ينهي مأساة
السوريين. هذه بعض المنشورات التي أو المناشير التي ألقيت في محافظة السويداء. كما نشاهد: لا لنظام يصنع ويصدر المخدرات، لا لنظام فاسد وقمعي مبني على الطائفية، ونعم لتطبيق القرار 2254، وأيضا لا لقسد ولا للأسد. أثارت هذه المنشورات والصور التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الاهتمام لدى رواد هذه المنصات. هنا جون يقول: عادي جدا طريقة احتجاج سلمية حضارية ما فيها أي أذية لأي جهة بأرقى الدول الأوروبية بتصير. أما شهد فتقول: حيكن حيكن، كبروا براس العالم بعد، حلوا عند الناس وما تعملوا مشاكل وفتن ومناقصنا الناس منكم، تعملوا هالعمل وما في داعي تنزلوا هيك بوستات من شان تفوعوا البشر. أما وسام فيقول: يا حبيبي وإسا إذا بدنا نتهم يلي زتهم إنه عميل ومدعوم من الخارج، بظهر أي خارج بدنا نحطه طالما صرنا حبايب مع الكل. وهنا إشارة طبعا إلى التطبيع الأخير مع الدول العربية. أوسكار يقول: ممتاز، من زمان لازم هيك ولازم أكثر من هيك. قال: رجعوهن، قلنا بتنخفض الأسعار، قامت طارت الأسعار والدولة بطلت تشبع، زادوا كل شيء. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. خليفة الحسين، ربما يبدو هذا الاسم مألوفا لدى كثيرين، فهو لا ينفك يعلن عن رحلاته باتجاه القرداحة أو العراق أو إيران، ويروج إعلام النظام لرحلاته تلك الرحالة. خليفة الحسين تقول الإخبارية السورية التابعة للنظام إنه تحت عنوان الوفاء للدول التي ساعدت سوريا في كارثة الزلزال، انطلق الرحالة السوري العالمي خليفة الحسين سيرا على الأقدام من الاتحاد الرياضي العام في دمشق إلى العاصمة الإيرانية طهران مرورا بالعراق. تنقل الإخبارية السورية عن الحسين قوله: إن هذه الرحلة تأتي تقديرا ووفاء للدول التي قدمت الدعم والمساعدة لسوريا في كارثة الزلزال، متوقعا أن تستغرق الرحلة 75 يوما، ومنوها بدعم الاتحاد الرياضي العام الذي سهل كل الأمور اللوجستية وغيرها لإتمام هذه الرحلة بنجاح. يضيف الحسين: يرافقني في هذه الرحلة الشاب فخر الدين قباوة، وهو لاعب منتخب سوريا للركبي. هكذا عرفت عنه الإخبارية السورية، لا نعلم إن كان هناك منتخب سوري للركبي أو الجولف، يعني لا معلومات حول هذا الأمر. تتابع الإخبارية وتقول: هي أول تجربة له في هذا المجال، مبينا أن قباوة لديه طموح لمواصلة المسيرة في الترحال مستقبلا ليصل إلى رحلات عالمية. ندعكم مع هذا الفيديو الذي ظهر فيه خليفة الحسين في العام 2022. وفي متابعة لنشرتنا، الرحالة السوري خليفة الحسين يصل إلى طهران قادما من دير الزور مشيا على الأقدام في رحلة تحت عنوان الوفاء لشهداء الجيش العربي السوري وشهداء المقاومة. 3000 كيلومتر هي المسافة التي قطعها الرحالة السوري خليفة الحسين قادما من دير الزور مارا بالعراق حتى وصوله إلى طهران سائرا على قدميه طوال شهرين كاملين في رحلة حملت لواء الوفاء عنوانا لشهداء الجيش العربي السوري وشهداء المقاومة. وفي اللقاء الذي جمع الرحالة بالدكتور شفيق ديوب سفير العربية السورية في العاصمة الإيرانية، وصف ديوب رحلة خليفة بأنها وفاء وتخليد للخالدين. هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة، وهذه الرحلة لا يمكن النظر إليها إلا من زاوية العلاقات الممتازة التي تعمل بين سوريا والجمهورية الإسلامية الإيرانية. هذه العلاقات التي تعمدت بدماء الشهداء، وهذه الرحلة تعكس وفاء السوريين ووفاء سوريا لكل من وقف إلى جانبها في هذه الظروف الصعبة. هي رحلة وفاء للجنرال الشهيد قاسم سليماني وشهداء المقاومة، وأنا أحيي الجيش العربي السوري وشهداء الجيش العربي السوري. لولا
لولا مش الشهداء احنا ما بقينا على قيد الحياة، وانا واحد من ابلى شهيد الجيش العربي السوري. الحفاوة البالغة التي استقبل بها خليفة كانت ماثلة بحضور نائب القائد العام لحرس الثورة الإسلامية العميد علي فدوي الذي كان على رأس حشد من مستقبليه، شاكرا جهوده متمنيا لسوريا قيادة وشعبا دوام الخير والتقدم. رحلة وفاء للجيش العربي السوري ورحلة وفاء لشهداء المقاومة والأصدقاء، وأنا متقصد هذه الرحلة أني أقوم بهذه الرحلة سيلة الأقدام من سوريا الأسد إلى شهداء المقاومة، وخصوصا ذكر الشهيدين الشهيد الجنرال قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. وكانت انطباعات الشعوب الذي ألتقي معه كانت انطباع باهرة أنه رحالة جاي من سوريا بالحرارة والشوق سيرة الأقدام وفاء الشهداء المقاومة. السير بخطى على أرض خطى عليها أبطال شهداء حققوا بتضحياتهم أقصى غايات الجود سواء في سوريا أو العراق وإيران وحيثما كان هناك مقاوم، نصرة للوطن ولوحدة المصير المشترك. يقول عنهم خليفة بأنه أحس بهم كلما ارتقى جبلا أو نزل سهلا في بقاع هذه الدول، لأنهم خالدون فيها لا في قلوب محبهم فحسب، بل وحتى في تضاريس أوطانهم. رغم مشقة السفر وطول الطريق يقول الرحالة خليفة بأن جهد سير شهرين متتاليين هو أقل ما يمكن تقديمه تخليدا لذكرى أبطال جادوا بأنفسهم نصرة لبلادهم ومحور المقاومة. محمد مسعودي، السورية. يعني المهجرون السوريون بالملايين ربما يعرفون أكثر من خليفة الحسين. ما معنى أن تسير لأيام 14 مليون مهجر من سوريا؟ ملايين منهم قطعوا البحار والقفار من أجل الوصول إلى مكان آمن يشعرون فيه بإنسانيتهم. هذه الفكرة يعبر عنها عبد الرحمن هنا في هذا التعليق، يقول لو يعرف أنه نحن قطعنا شي 5 دول مشي، ومو بس هيك كنا خايفين من أي حدا منشان ما يبلغ عنا، يعني بين قوسين خوف ورعب. أما نور فتقول بتشتروا للتعب مشترى وبالعملة الصعبة. أما حسني فكتب يقول في إنجاز أعظم من هيك مسجل بكتب التاريخ، يلي هو في أحد أحياء حلب إجت الكهرباء 6 ساعات متواصلة، وهذا الحدث دخلت وزارة الكهرباء بموسوعة كتاب جينيس. من جديد أهلا بكم مشاهدينا. أثار مهجر سوري يدعى عبد السلام ويقطن في أحد المخيمات السورية في الداخل السوري أثار الإعجاب بعد كلام له ضمن سلسلة يا سامعين صوت التي تقدم على منصة تلفزيون سوريا على فيسبوك. تحدث فيها أن المهجرين لا يهمهم من يطبع مع من، وإنما المهم هو أنهم صامدون هنا رغم كل شيء. نتابع. نعمل كثير خصوصا من أخوتنا العرب، كانت صفعة كبيرة إن كسكان المخيمات السعودية مركز الأماكن المقدسة ونأمل بالسعودية خير. تفاجأنا أنه حقيقة أكبر مجرم بالعالم، الدول خلينا نحكي الدول برا أوروبا وأمريكا اللي بعيدة عنا ممكن إلها تأثير تتابع أحوالنا، بس السعوديين أهلنا وربعنا وخلاننا استقبلوا القاتل على أطهر أرض في العالم. هاي الناس اللي كانت عندي هون حقيقة انصدمت وتفاجأت، وفي ناس أغمي عليها من شدة الحزن اللي أصابنا. إحنا الناس كنا صار 4 سنوات هاي الخيام المهترئة، ناس عم بيبعتونا خيام، ناس بدي يعمرونا كتل، إحنا ما بدنا شيء أبدا، إحنا منعيش تحت الشجر. ولكن كنا نأمل أن يكون هناك قرار حاسم حقيقة من دول برا، محكمة العاي، أمريكا، فرنسا، الكويت، كل دول العالم. هاي الدول كلها شعارات ترنأني، احنا موجودين لأيمت، بس احنا مستمرين. طيب لأمتى؟ يعني اذا انعرض عليك خيوقهم شيء الرجاع وبترجع وصلح سيد الاحكام ورجع على بيتك،
ما هو احسن من هالعيشه بالخيمه، لا صيف لا صيف صيف ولا شتاء شتاء شتاء، بترجعوا على بيتكم وبس تحت ستره الاسد. هلا احنا هاي الناس وقت خرجت اطفالنا من البدايات عام 2011 صممت تاخذ حريتها، ما نعت اي شيء. احنا ما كنا هلا الناس بتسمنا بالارهاب، ناس بالقتل، اطلعنا احنا كاغصان زيتون، ولليوم عم بيحاولوا يلزقوا سمه الارهاب فينا. احنا شعب مدني، احنا مسلمين، احنا اي شيء بنحب الحرية، بدنا نعيش بسلام مثل بقية شعوب العالم أجمع. هاي الناس خسرت كل شيء. يعني اليوم أنا خسرت بيتي وخسرت وظيفتي وخسرت أولادي وانتهكت أعراضنا. أنا بدي أرجع لوين؟ إحنا الشعب رجع. بقولوا سيد صورة سيد الأحكام. طيب لا معلش خلنا نتناقش شوي. إنه خيوت أمرت كل الدنيا علينا، أمرت كل الدنيا علينا وخلص، بترجعوا على بيتكم، بترجع على وظيفتك، بس إنه الأسد بده يضل. ما بيمشي الحال معنا. احنا هون حل الصلح ممكن يزبط باي حالات من الحالات، اما في موضوعنا احنا كمخيمات الشمال والرجعه للتطبيع مع نظام الاسد يطبع معه كل العالم. احنا قوي، هاي اطفالنا اليوم تربت في الاطفال، تربت في المخيمات وتزوجت في المخيمات وعرفت مين اللي قتل ابائها ومين اغتصب اخواتهم ومين رمل نسائهم. اطفالنا على اليوم طفل الصف الاول عم بيحكي نفس كلامي. ما في صلح هون. احنا انا واثق احنا ان شاء الله هاي الناس احنا قوي لا يستهان بها، بس كنا ننتظر الضامن، ننتظر محكمة لهاي، ننتظر السعودية، ننتظر القمة العربية، ولكن اليوم خسرنا فقدنا كل هاي الناس. احنا ان شاء الله راح يكون مفاجأة لكل دول العالم انه هاد شعب المخيمات، شعب المخيمات الباركين فيه ارض المعاناة والألم، ان شاء الله راح نكون يد وحدة. بهذا نصل إلى ختام ريبوست اليوم مشاهدينا، غدا حلقة جديدة ومواضيع جديدة بتمام السابعة بتوقيت دمشق. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله.